رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي نجاح المحاكاة الأخيرة لمفوضية الانتخابات بامتياز، مضيفا أن الحكومة أوفت العهد بسد كل الثغرات في العملية الانتخابية المقبلة. وقال الكاظمي في تغريدة له على تويتر إن الحكومة أوفت العهد بسد كل الثغرات والاطمئنان على حماية أصوات الناخبين وقطع الطريق أمام المشككين، مخاطبا العراقيين بالقول: ننتظر مشاركة شعبية غير مسبوقة تحمي الوطن وتصون مساراته.